مشاهدينا اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج بيت للكل. هذا البرنامج اللي دائما بتتابعوه على شاشات التلفزيون المصري والعراقي والفلسطيني والاردني. اليك شافكي. مساء الخير يا ابراهيم، فرصه ارحب بالزميل الجديد العزيز ابراهيم من الاردن، وفرصه كمان ان احنا نتواصل كمان اكتر واكتر مع باقي زملائي اللي كمان وحشوني جدا لاني تغيبت يمكن حلقتين عن بيت للكل. الحقيقه كان عندي كده يعني وعكه وكسر في الكتف وقصه كده عدت في اسبوعين، بس الحمد لله انها عدت على خير. لقاء اليوم حلقة مهمة، أنا بسميها حلقة خاصة بالعزيمة والإيجابية والطاقة الحلوة والإصرار. الحلقة متغيرة تماماً في الشكل وفي المضمون، هي مع ذوي الهمم زي ما بيقولوا الزملاء في باقي الدول، ولكن في مصر إحنا كمان بنحط اسم حبيب لقلوبنا، قادرون باختلاف. هي حلقة اليوم بإذن الله. أحمد، بالتأكيد يا شافكي، ومن خلال برنامجنا العربي بيت للكل نبحث عن أصحاب الهمم. إحنا نتواجد بالعراق، بحثنا عن كثير من الشخصيات، دائما نقول هناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور، هناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر. زي ما حكوا زملائي شافكي وأحمد وإبراهيم، اليوم قررنا نكسر حواجز الاستوديوهات وننطلق في رحلة خاصة لنكون في ضيافة الأشخاص المميزين والمبدعين اللي أثبتوا أنهم قادرين على صناعة المستحيل واجتراح الإبداع، الأشخاص ذوي الهمم أو الأشخاص من ذوي الإعاقة. تعددت التسميات لكن النتيجة واحدة، الأشخاص اللي أكيد هم مش بحاجة لأي نظرة تعاطف أو ضعف منا، هم بحاجة لكل نظرة قوة وأمل وفخر ليكونوا أشخاص منتجين وطبيعيين داخل مجتمعاتهم وأكيد فعالين. خليكم معنا اليوم في هاي الرحلة من بلداننا العربية، العراق ومصر والأردن وفلسطين وبيت للكل.